أهلا بكم في حلقتنا اليوم مع ضيفتنا الكاتبة والصحفية الدكتورة ناهد باشاطح. أهلا فيك يا دكتورة. أهلا وسهلا فيك وفي المشاهدين. في رأيك ما الذي تريد المرأة السعودية أن تصل إليه؟ يعني السؤال طبعا واسع، لكن أنا بتصور من أولويات المطالب أنه تكون يعني مواطنة كاملة الأهلية، يعني مساوية لحقوق ال يعني إذا قلنا الكليشة اللي دائما نقولها أنه تعطى الحقوق كاملة. لا مش المساواة كاملة، يعني أنه تعطى حقوقها مثل ما أعطاها يا الإسلام. يعني هذه الجملة صعبة لأنك أنت تتعامل مع عصر مختلف يعني، أو وعندك ضغط من الأعراف والتقاليد اللي مش متعلقة أو مش ريليتد للإسلام، ولكن هي بتضغط في المجتمعات المحافظة أو وتأثر على حقوق المرأة. شيء طبيعي، إيه يعني بيصير عندك كمية خلينا نقول التحرك من عند المرأة مش كبيرة، يعني محدودة. تحتاج وقت، تحتاج جهد من عند المرأة، تحتاج سبورت من المجتمع، تحتاج قرار سياسي. لكن أنت كمرأة يعني ما الذي تريدين تصلين إليه يعني كأهم ملف لك؟ والله الملفات كثيرة يا سلطان، بس أنا قاعد أفكر أقول ممكن يعني خلينا إذا بنحدد يعني خلينا نقول التحديات، يعني عندك التحدي الاقتصادي، عندك تحدي المجتمع بقيمه بأعرافه. هذه المعوقات أمام المرأة يعني. أيوة يعني عشان لما تسألني تقولي إيش تبغين بالضبط، فأنا أفكر في المعوقات اللي تحد من تمتعي بكامل الحقوق. يعني خلينا نقول مثلا الحق الاقتصادي، عندك الحق القانوني، يعني إلى الآن لا يوجد قانون للأحوال الشخصية. فالملفات كذا متشابكة، المعوقات كثير، والمعوقات يعني خلينا نقول ممكن تكون كثيرة وممكن تكون مش كثيرة على حسب أنت كيف تشتغل. أنا أعتقد أنه الإشكالية عندنا أنه ما زالت الجهود فردية، يعني مثلا على سبيل المثال احنا ما عندنا منظمة نسوية مثلا. وليه ما عندنا منظمة؟ بعض الأسئلة ما عندي إجابات، لكن مثلا أعطيك سؤال ثاني، أنا بصير المذيع الحين، خليني أقول لك مثلا ليش ما عندنا أصلا أقسام لدراسة يعني النسوية أو لدراسة المرأة. يعني الأقسام الإعلام قول بالنسبة للنساء بدأت يعني مؤخرة في الفترة الأخيرة، أيوة، ولكن حتى دراسات المرأة إحنا ما عندنا أقسام. فبالتالي يعني كيف ممكن تنشئ منظمة نسوية وأنت يعني ما أبغى أقول نسوية، أبغى أقول هيئة جمعية تعنى بقضايا المرأة، يعني مع تقديري للجمعيات النسوية الأهلية أوكي يعني عندها جهود وعملت أشياء جبارة في المجتمع، ولكن مش زي لما تكون قضاياها تحديدا تمكين المرأة. لاحظت كيف؟ فهي الإشكالية عندنا حتى يعني بالمصطلحات، أنه مصطلح تمكين، أنه مصطلح نسوية، يعني الإشكاليات تحسها. العائق الأكبر أمام تمكين المرأة العادات والتقاليد أو الدين في رأيك؟ لا الدين مستحيل يكون عائق، يعني كل الأديان خلقت يعني لراحة البشر، والدين مستحيل يكون الإسلام عائق، ولكن كيفية التطبيق يمكن أنا أقدر أقول لك كمان جزء من الإشكالية القرار السياسي. بعض القضايا تحتاج قرار سياسي عشان يتقبلها المجتمع، الفصل فيها يعني من نعم يعني ممكن مثل موضوع مجلس الشورى دخول 30 عضو كان قرار سياسي واضح. يعني ما تعتقدين هذا اعتراف أيضا رسمي بأنه المرأة صار لها حق الدخول في العمل الحكومي العمل العام؟ يعني دخول أو خلينا نقول تعيين 30 امرأة في مجلس الشورى أوكي رفع مؤشر التمثيل السياسي عندنا، يعني ما في غير الجزائر اللي هي 31 عندها أوكي في البرلمان، 31 امرأة في البرلمان. الجزائر طبعا وإحنا طبعا بما أنه إحنا عندنا 30 امرأة إذن إحنا أكثر من التمثيل السياسي في فرنسا في الصين.
بس السؤال مش قضية تمثيل سياسي، يعني قضية أوكي أنا عضوة في مجلس الشورى بس إلى الآن أنا كمواطنة ما أقدر أتنقل مثلا، ما عندي حق التنقل خلاص، كمان في عندي إشكالية ثانية، يقدر يتحكم ولي الأمر في قضية مثلا تعليمي بالخارج في الابتعاث مثلا، كثير من النساء فقدوا البعثة لأجل مثلا تسلط ولي الأمر وتفر كان زوج أخ قريب زي كذا مثلا. فتحس أنه إحنا كأننا نمشي باتجاه جيد جدا وسريع، في المقابل اتجاه آخر بطيء، في المقابل اتجاه ثالث مش موجود تحرك فيه. بس في اعتراف رسمي الآن، يعني في عضوات، في دبلوماسيات، في الآن في المجلس البلدي، أكيد يعني في تطور، في عندك في عندك كمان شيء ثاني، يعني مثلا وزارة العمل 2013 افتتحت أقسام نسائية في كل يعني في مثلا افتتحت أول شيء 2013 افتتح أقسام نسائية في نفس الوزارة، وبعدين بدأت في تأنيث المحال التجارية المستلزمات النسائية. في نفس الوقت شوف عندك شيء ثاني مثلا مزعج، أنه تمثيل المرأة أو يعني في قوة العمل 20% بينما النساء في الخليج 40%. هذه طبعا آخر إحصائية، يعني الإحصائية هذه كانت من 2010 إلى 2014 من وزارة التخطيط، فيعني 20% في سوق العمل نسبة ضئيلة مع تأنيث يعني كثير. أيوة لأنه في عندك مجالات أخرى ما استطاعت المرأة أنها تعمل فيها، يعني أنا بسمي هذا مثل ما بعرف مين قال هذه المقولة، ولكن هذا التمكين الأبكم، يعني لما أنت ما تعطي يعني ما تعطي مجال للمرأة تتحرك بشكل جيد في الناحية الاقتصادية، فأنت تحرم طبعا المجتمع من 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 قدرات وإمكانات. يعني متفائلة طيب مستقبل المرأة؟ أنا متفائلة بكل شيء. لا مستقبل المرأة تحديدا يعني بما فيها المرأة، لأنه رغم أنه ما عندنا يعني مثلا منظمة نسوية، لكن في نساء بيعملوا وكأنه يعني وكأنه متشبعين من الداخل بقضايا المرأة. هل في مقياس بالنسبة لك يخليك تتفائلين، تعتقدين أنه وضع المرأة فعلا تغير أو أنه يتغير؟ شوف مقياس علمي ما عندي، مقياس خلينا نقول معنوي. انت كاتبه وصحفيه يعني إيه تتابعين وتقرأين. بس انت عندك اكثر من مؤشر للتمكين، يعني عندك مثلا مؤشر العنف تجاه المراه الان يفترض انه تناقص مع برنامج الامان الاسري ومع وزاره الشؤون الاجتماعيه لجنه الحمايه، يعني في تقدم. ما قاعد اقول لك انه احنا متاخرين، بس قاعد اقول لك انه العمل يجب ان يكون مؤسساتي حتى يكون الانتاجيه اسرع، يعني يمكن هذه نقطة. ايوه يعني الفردية ما بتوصلك بشكل سريع، يعني اتذكر تحديدا في هذا الكلام او في هذه الجزئية كانت مستشرقة مريم كوك قالت انه يعني قابلتها انا وكنا نتكلم عن النسوية في السعودية، وقابلت كمان نعومي صقر وهذه بروفيسور في جامعة ويستمنستر، كنت اكلمهم على النسوية ونشرت هذا في جريدة أنحاء هذا التحقيق. مريم كوك قالت أنه الاقتصاد هو مهم، لا يمكن أن يكون في تقدم للمرأة دون الاقتصاد، دون أنها تدخل تمثل الناحية الاقتصادية، بينما نعومي صقر بروفيسور قالت أنه التمكين حيكون موجود لكن لابد من وعي المجتمع، وهذا يحتاج إلى وقت. فعشان كذا أنا أقول لك ما تقدر تحصرها أنه في عنا مفتاح سحري حيفتح بوابة التمكين والتقدم. قد إيه وقت يعني تعتقدين المرأة راح تصل إلى الوضع المناسب لها في المملكة؟ حسب القرار السياسي وحسب همة النساء. توقعاتك يعني بحكم أنك قرأتي يعني يعني ما أقدر أقول لك يعني أنا بتخيل قيادة السيارة حتكون قريبة، توقعي يعني، لأنه ما صارت شيء رفاهية، يعني صار في احتياج صارت ضرورة فعلي. نعم صار في احتياج فعلي وصارت تؤثر على الاقتصاد،
يعني قرأت كتاب لباحثة أمريكية، هو عن القيادة، الكتاب قيادة يعني في المجتمع النسوي، يعني أنه القائدات وكذا، فكانت تتكلم عن القيادة. ففي فصل كان عن قيادة المرأة للسيارة، هي تأخذها من البعد الاقتصادي. فيعني لكن تتخيل كيف يعني الضرر السلبي على الاقتصاد من جراء أنه المرأة ما بتقود سيارتها. سواء يعني خلينا نفكر، يعني في البعض يحكي بهالموضوع انه مش حيقود السياره كل النساء، اوكي، بس تقودها اللي محتاجه، المطلقه، الارمله، اللي ما عندها مثلا عائل، اللي تحتاج انها تشعر بانها مش محتاجه الى واتيفر سائق ولا شيء عشان تقضي حوايجها، عشان تطلع من البيت، عشان تروح شغلها، عشان تدرس، واتيفر. يعني هي بالاخير انسانه من حقها انها تتنقل، يعني عرفت كيف؟ يعني هو ضروره اقتصاديه وضروره يعني وطنيه ايضا. يعني شوف انا بقول لك اياها، انا شخصيا مش مغرمه باني اقود سياره، طيب، ولكنها حاجه ضروريه. يعني لازم يكون في عندك مجال انك تنتقل بالوقت اللي انت تريده، وما تنتظر سائق ممكن في لحظه يرمي مفتاح السياره ويطلع، وما في احد حيقدر يعاقبه، عرفت كيف؟ الى اي حد يعني قياده المراه للسياره راح تفيد الاقتصاد؟ يعني في هي طبعا يعني مثلا انت لما تتخيل انه في كثير من النساء مثلا يعوقهم المواصلات على انهم مثلا يشتغلوا، في كثير من النساء تقول لك يعني كيف هشتغل مثلا إذا حاخذ أنا مثلا 4000 بياخذ السواق نصها مثلا يعني. فأعتقد أنه يعني أنا مش اقتصادية، مش متخصصة بالاقتصاد، بس أتصور أنها يعني راح يكون لها أثر كبير. نعم، لها أثر بيئة العمل أيضا، وهذا اللي يمكن حيحرك الملف أتصور. يعني طيب، كيف تنظرين للفتاوى اللي تحرم عمل المرأة؟ والله يعني ما أعرف مين اللي يقولها، يعني تختلف ترى. يعني إحنا عنا يعني الفتوى، يعني موضوع عمل المرأة صار فيه حوار يعني كبير، يعني وفيه أفتوا ناس بعدم إيه بسلامته. اللي يفتي بعمل المرأة أنه حرام، يعني بصراحة يعني أنا حتى يعني ما عندي استعداد أني أناقشه فيها، لأنه النساء يعني في عصر الإسلام يشتغلون، ما عندهم أي إشكالية. الإشكالية مش في عمل المرأة ولا في انها تترك بيتها عشان تعمل، في عندك انت اشكاليه ثانيه تجاه وجود المراه، حضورها ككيان في المجتمع، بتصور عند البعض يعني خلاص، سواء كانوا اللي بيقدموا فتاوى من المشايخ، او سواء حتى على فكره الراندوم بيبل هذولا ترى احيانا يعملوا تاثير في الاعلام، يعني يكونوا ناس متحفظين فيقدروا يسيطروا على يعني صناعة القرار. يعني تصدق مثلا تعريف، واحد من التعريف العلمية للتمثيل السياسي هو قدرة أي مواطن عادي أنه يحرك القرار السياسي، صاحب القرار يعني يتغير، سواء كان يعني بقصد من غير قصد، سواء بشكل شرعي كتلة تأثير يعني يكون. أيوة، فأنا يعني حتى لما كنت في بحثي أدرس وأحلل الأخبار، وكانت عن يعني الأخبار اللي بتنشر بالصحف البريطانية عن المرأة السعودية، في كثير من الصحف كانت تعتمد على المصادر هذول الناس العاديين، يعني عرفت، مش مثلا النخب أو لا يعني تأثير النخب ما عاد مثل الأول. يعني في عصر الإعلام الجديد، في عصر الصحفي المواطن أو صحافة المواطن، ما عاد تأثيرها. يعني ممكن أي مواطن يسجل بكاميرا جواله مقطع وينشره، ممكن يغير القرار. يعني هذه الآن الفتاوى المحرمة ما لها يعني تأثير، ما تصور لها تأثير، لأنه بعض أفراد المجتمع صار مع انفتاح المعلومات، مع ثورة المعلومات، أنا بتصور في شيء صار كويس، أنه تدفق هالمعلومات خلى العالم أنه تفكر. يعني ما صار زي ما خلينا نقول مثلا جيلي أنا، إحنا تربينا على أنه في التعليم، خصوصا التعليم اللي هو تعليم البصم،
فانت ما بتحاول تشغل مخك، ايه ما بتحاول تفكر، انا اخذ هالمعلومه وخلاص. وحتى كمان تقديس العلماء نفسهم، على عيني وعلى راس العلماء، بس كمان انا عندي مخ يفكر، كمان انا عندي كتاب مقدس، عندي سنه نبويه، فانا ابحث واشوف واستعين بالعلم، استعين بالعلماء، ما عندي مشكله، بس كمان يعني احتاج انه انا اتدبر بعض الموضوعات خصوصا اللي بتتعلق بحياه الفرد. تعتقدين بعضهم عنده عقده من المراه، يعني عقده خاصه؟ أكيد. أنا أعتقد بعض الناس اللي يعني هاجسهم المرأة وين تروح وين تجي، بدها تتعلم. يعني أتذكر خبر، إذا ما كنت غلطانة، الإندبنت أو الديلي ميل، يعني حاطة منشط عريض أنه مؤتمر عن النساء لمناقشة قضايا النساء، وكانت الصورة كلها مجموعة رجال. فيعني المرأة مش هاجس، المرأة مثلها مثل الرجل، كل واحد له دور، كل واحد عنده إمكانيات، كل واحد عنده قدرات، أوكي؟ بس مو إنه هاجسنا هالمرأة وين تروح؟ حول قضية يعني. إيه والله، وين تروح؟ وين تجي؟ متى بتتعلم؟ متى ما بتتعلم؟ أخذها إنها هي كفرت في المجتمع، عملها كفرت في المجتمع، عشان يعني القضايا تصير يعني تاخذ طابع الموضوعية، ما تاخذ يعني كمان تحيز او صراع. ايوه يعني كمان عندنا مشكلة انه لما نتعامل مع المواضيع كلها بجندرية بمسألة النوع، لا، انا بعتقد انها مواطن مثل المواطن الرجل. كيف تتعاطى مع قضاياها؟ اتعاطى معها بإنسانية فقط. توقعين المرأة يعني في صدر الإسلام كانت حقوقها أكثر من حاليا؟ بالتأكيد. ما الذي تغير يعني المرأة أو الناس؟ عصر يمكن، شوف، هي بدأ تغييب المرأة عن المشهد، إذا ما كنت غلطانة تاريخيا، يعني يمكن في العهد الأموي، بعدين جزء من الصورة النمطية للمرأة حاليا خصوصا عند الغرب جاية من المستشرقين، جاية من الرحالة، لأنه الرحالة والمستشرق، وهذا جزء كمان من كان بحثي، وأيضا أنا استعملت نظرية الاستشراق برضو في بحثي. جزء كبير من الصورة النمطية للمرأة العربية هي جاية من المستشرقين والرحالة. يعني فأنت عندك مشكلة داخلية وخارجية، عندك مشكلة خارجية كيف ينظر إلى المرأة، أوكي؟ وعندك مشكلة داخلية كمان، المجتمعات العربية لساتها يعني إلى الآن تجادل في موضوع، طبعا الموضوع نسبي، يعني ما أقدر أقارن مثلا في المملكة تونس. على الأقل يعني لا، ما أقدر أقارن المملكة بتونس مثلا. يعني إذا تونس يناقشون قضية مثلا تتعلق بقرار المرأة مثلا في زواج الرجل عليها أو من هذا القبيل، إحنا لسه قاعدين نناقش هي تطلع الشغل ولا ما تطلع الشغل، يعني صعب المقارنة. إيه طبعا. تعتقدين الصحوة أثرت على وضع المرأة في السعودية؟ أنا من جيل الصحوة. يعني كيف تتذكرين لحظات أيام الصحوة وأنت يعني تحاولي العمل والكتابة؟ شوف، يعني في شيء أنا بشوف دائما كل الصور، كل المواقف، مش كلها سلبية، مش كلها إيجابية، أوكي؟ بالنسبة لي أنا في الصحوة، حلو أنه قرأت كثير من الكتب، وصار عندي قاعدة جيدة من دينية يعني. أيوة، حبيت هذه النقطة. شو المشكلة؟ التخويف، يعني كان في تون كذا طول الوقت قاعد يخوفك، خوفك من الله، يخوفك من يوم القيامة، لحد هذا طبعا جزء مرة مزعج في موضوع، وهذا بالتالي أثر على وضع المرأة يعني وفكرة حقوق المرأة. أيوة طبعا. خليني أعطيك مثال. يعني بالستينات عندنا كان موجود في جدة اتحاد نسائي، كانت بالانتخاب رأسته سميرة خاشقجي، زين؟ هذا بالستينات. طيب لما جاء موضوع الأزمة تبعت الجيمان، بدأ هنا التردي، واعتقد التراجع كان طبعا من دور المرأة في الإعلام. يعني هي تراجع دورها في الإعلام، يعني أنا بعول كثير على وجود المرأة في الإعلام، لأنه لو ننظر للغرب، التحرك النسوي الصحيح
او خلينا نقول سكند ويف، الموجه الثانيه اللي كانت فعلا قويه هي عام 1960 1970، وهي الفتره هذه اللي اتحدت النسويات مع الاعلام. لاحظت؟ فكذا ابتدأوا مثلا يتكلموا، صار في تأثير أكبر طبعا، لأنه المجتمع عندهم صار يطلع. بدأوا أول شيء بقضايا العنف على فكرة تجاه المرأة، وبعدين بدأوا يحسنوا صورة المرأة في الإعلام. يمكن لو جاء بالنا نقول الحين بس صورتها في مثلا الإعلام مش يعني مش جيدة، هنا طبعا مشكلة أنه في الموجة الثالثة في الفيمينيزم نفسها حصل مثل التراجع أو ما يسموه بموت النسوية، أوكي؟ ولكن العهد المزدهر لما اتحدوا مع الإعلام. أنا بشوف أنه في مخرج عندنا لو اتحد الإعلام مع سيدات عندهم يعني دافعية أنهم يشتغلوا بقضايا المرأة أو يطوروا. ننتقل لموضوع المرأة والإرهاب، ما هو دورها في مواجهة الإرهاب؟ هي المرأة طبعا في 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 خلينا نقول محورين لهذا الموضوع. هي المرأة اللي كأنها الفاعل لجريمة الإرهاب، مثل النساء الإرهابيات اللي اشتغلوا، وعلى صعيد ثاني المرأة اللي زرعت الفكر الإرهابي في اسرتها في الجيل. طبعا في هذا فهو دور كبير طبعا. التنظيمات الارهابيه يعني تستخدم المراه بشكل فعال، وفي بعض المجتمعات زي مثلا مجتمعنا مثلا المراه احيانا تضطر انها مثلا يعني في بعض النساء مثلا يغطوا مثلا وجههم، في بعض النساء ما يغطوا. سو اللي بيغطوا وشهم احيانا يستخدموها التنظيمات الارهابيه عشان يقدروا يعني يفعلوا مثلا هجماتهم او دون رقابه، يعني استغلال. أيوة. برضو استغلال يعني موضوع التقاليد. هي على فكره المراه مستغله في الجريمه يعني. يعني مثلا انا درست جزء من دراستي في الماجستير كانت المراه والجريمه. سو هي مستغله ما في شك، يعني تستغل في الجرائم. بس انا بشوف الارهاب قوي في 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 انه كامراه تزرعه في الاسره، يعني تاثيره اقوى، لان هي ما بتزرعه بشخص واحد. لاحظ، هي بتزرعه في اعضاء، يعني في اعضاء الاسره. فهذا كثير مزعج، ونحتاج فعلا انه يكون في عمليه تنوير في المؤسسات التعليميه، في المؤسسات الاعلاميه. ان دور المراه خطير. يعني شوف، يعني انا مقتنعه جدا بانه المراه، مش لاني امراه بس، لانه المراه هي قادره على صنع الحياه. يعني مش هقول لك الـ 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 يعني قصائد الشعر اللي نحفظها عن الأم وعن، لا لا، المرأة طاقة المرأة جبارة للخلق، للكريتيف يعني. أيوة، وللتأثير. سوف إذا اشتغلت على المرأة بشكل جيد، أعطيتها حقوقها، حسستها أنها كيان، يعني عارف كيف، اعتقد انه تتغير. هي خط الدفاع الاول يعني داخل الاسره، على يعني على اقل تقدير. انا اتصور يعني الام اكيد في الاسره لها تاثير، يعني مش انه ما في تاثير للاب، بس تاثير الام اقوى ما في شك. يعني كتبت رساله الماجستير عن تقدير الذات عند المنحرفات، صح؟ لماذا اخترتي هالموضوع يعني؟ والله انا يعني بفتكر كنت في البكالوريوس وكان عندنا ماده، كنت أنا خدمة اجتماعية، وكان عندنا مادة اسمها الانحراف الاجتماعي. حسيت أني مرة يعني مستمتعة وأنا أقرأ النظريات تبعت الإجرام، رغبة في البحث، لامبروزو، كيف شكل المجرم، ما بعرف إيش. فلما جيت أختار رسالة البحث، أيوة، هي طبعا في علم النفس، فكان لازم يكون شيء له علاقة بعلم النفس. فاقترحت على مشرفي الدكتور، قلت له يعني أبغى شيء له علاقة بالمرأة. فقال لي طبعا هذا الكلام، يعني انا اخذت الماجستير 2005، سو قبلها بثلاث سنوات لما كنت اتناقش معه، يعني كان شويه صعب انك تدخل مثلا سجن وتعمل دراسه وكذا، مش زي الان يعني. فقال لي عادي يا ناهد عندكم يعني بالسعوديه انك تدخلين سجن وكذا. طبعا طقيت صدري، قلت له عادي نروح، ما عندنا اي اشكاليه. والحقيقه فعلا
ما كان في صعوبة. لا لا والله ما كان في صعوبة. طب وصفينا لحظة دخولك، يعني أكيد إنه يعني هي أول مرة يعني أكون شفافة يعني أي. ولا أكون شفافة؟ طيب الصراحة كان عادي، بس يعني في خوف في رهبة؟ لا بس تخاصمت مع الحارس. لا أقصد أنه مع الـ أنا أقول لك ليش، يعني الطالب السجينات قصدك يعني. السجينات؟ لا 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 إطلاقا، بالعكس ما حسيتي نفسيا في خوف يعني أنه هذا اللي لا والله كنت مرة إكسايتد. هم طبعا أنا حللت 10 سيدات فقط من جرائم مختلفة، يعني كان قتل وجرائم زنا وتزوير وانحراف يعني شذوذ وكذا. لا صراحة بالعكس والله، يعني أنا حسيت أنها تجربة قوية جدا. بس تقدير الذات، مفهوم تقدير الذات طبعا النتيجة طلعت أنه تقدير الذات بالنسبة للسيدات المنحرفات ما بيختلف كثير عن تقدير الذات بالنسبة للي خارج السجن، إلا في نوعين من الذات، الذات الجسمية والذات النفسية، خلاص يعني ما في فروق قوية جدا. ولكن طبعا السجينات أو المنحرفات تقدير الذات عندهم قليل، نتيجة للتنشئة، نتيجة لعوامل أخرى مثل الفقر. أكثر شيء أثر فيني صراحة بعض الحالات الفقيرة، يعني تحس أحيانا أنه إيش هالإنسانية يعني اللي خارج السجن، يعني تأثرت، لكنها كانت تجربة يعني قوية بتضيف أحيانا للإنسان. عدم تقدير الذات يؤدي إلى الانحراف يعني. واحد من العوامل طبعا، واحد من العوامل، بس ما أقدر أقول أنه أي إنسان الرئيسي. ما أقدر أقول أي إنسان تقديره للذات ضعيف سوف ينحرف أو سوف يعني يرتكب جريمة، لا، ولكن عادة يعني العوامل تكون تكاملية. تكاملية يعني جزء منها نفسي، جزء منها اجتماعي، جزء منها اقتصادي بهذا الشكل يعني. طيب رسالة الدكتوراه كانت عن صورة المرأة في الصحف البريطانية في عهد الملك عبد الله. صورة المرأة السعودية صح في الفترة الزمنية كانت عهد الملك عبد الله. تعتقدين يعني هي الفترة اللي تتغير فيها حال المرأة إلى أفضل يعني أو؟ أنا اخترتها لأنه فعلا أنت لو لاحظت الأكثر حراك للمرأة ابتدى من 2005. فهو فعلا الملك عبد الله. يعني أنا ليش اخترت من 2005 ل 2013 زين؟ لأنه هذه الفترة حصل فيها تغيير في إنجازات المرأة السعودية، فهنا أبغى أشوف أنا هذا التغيير هل انتقل للتغطية في الصحف البريطانية أو لم ينتقل، يعني ظلت صورتها مثلا نمطية. طيب طبعا كيف؟ نمطية ما زالت يعني رغم لأنه طبعا في اعتبارات كثيرة، يعني في مثلا أنا استخدمت نظرية الفريمينج. في طبعا الصحفيين سواء الغرب ولا في الشرق whatever يعني دائما يستعملوا الاطار الفريم كاداه كوسيله انه يفهم الجمهور المحتوى اللي يقدموه. فالاشكاليه لما يكون الصحفي ما يعرف ثقافه المجتمع اللي يكتب عنه، يعني زي لما نقول الصحفي البريطاني لما يكتب عن قضايا المراه السعودية وهو ما يعرف الكلتشر يعني الثقافة، هنا تصير في إشكالية يحطها في إطار فريم ريليتد لثقافته هو، فيصير ما يفهم يعني المقاييس تكون مختلفة. أيوة بالإضافة طبعا على أنه يعني نظرية أنتمان هو بيقول أنه الصحفيين في جزء منها طبعا الصحفيين يركزوا على جزء ويهملوا جزء لما يعالجوا الأخبار، ودي يمكن تلاحظها حتى أخبارنا إحنا، يعني بتلاحظ أنه مثلا أخبارنا عنا برضو فيها أيوة فيها هذه الإشكالية. أنا بحس فيها يعني لما بشوف خبر منشور عن المرأة يعني بشوف كيف أنه كل صحفي أخذها من زاوية ثقافته. ما أنت عندك الثقافة يعني المجتمع، وبعدين في عندك ثقافتك أنت اللي بنيتها في أسرتك، يعني شغلات معينة. فهي إشكالية طبعا أنه هذه الصورة مش هتتغير بسهولة. في جزء منها أنه الصحفيين البريطانيين بيعتمدون على صحفنا المحلية كمصادر، وإحنا أصلا ما عندنا استراتيجية إعلامية سواء يعني هذا بنفتح بس بالنسبة لك هل تغيرت صورة المرأة السعودية ونظرتك للمرأة السعودية يعني داخل المملكة أو خارجها؟ أنا طول الوقت مؤمنة بكل النساء
وأثق في المرأة السعودية، لأنها بصراحة يعني تعمل شيء، يعني درست، تعلمت خارج يعني المملكة. موضوع الابتعاث تعتقدين أنه أسهم في حراك المرأة؟ طبعاً يعني كثير من الفتيات كانت لهم الفرصة، من ضمنهم صراحة يعني أنا كانت فرصتي، وإلا ما كنت طبعاً قدرت أنه أدرس، يعني أنا مش موظفة يعني، فما ابتعدت من جهة وظيفتي. الابتعاث له دور، التكنولوجيا لها دور. يعني أنا ما بنسى وأنا أعمل سيرش لشغلي يعني في الدكتوراه، كثير من اللي بيبحثوا في خلينا نقول في النسوية، ومثلا يتكلموا عن المرأة السعودية، بيقولوا أنه الإعلام خلينا نقول الجديد فتح آفاق كثير للمرأة السعودية. وطبعا هم بيستندوا على انه مثلا الحملات تبعت قياده المراه للسياره كانت عن طريق الفيسبوك، والحمله الثانيه كانت عن طريق تويتر. فما في شك انه الاعلام الجديد، ابتعاث النساء، القرار السياسي الداعم، كل هذا عمل تغيير يعني في مسيره المراه. طيب دور الاعلام في مناهضه العنف ضد المراه، هل في دور؟ طبعا هو دوره كبير. يعني انا مثلا القيت محاضره عن هالموضوع قبل سنوات، ايوه في 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 لندن، اي في بريطانيا، والقيتها مره كمان هنا في الرياض في ايام الالفيه. في تقصير من الاعلام في ما في شك، لانه مثلا ما عندنا استراتيجيه تجاه قضايا المراه. يعني خليني اقول لك مثلا منظمه المراه العربيه، إلى الآن إحنا مش مشتركين في منظمة المرأة العربية. علمني المسؤولين عن منظمة المرأة العربية إذا جو يبغونا ننضم يحكون مع مين؟ ما في هيئة مستقلة للمرأة، ما في جمعية للمرأة، ما في مجلس أعلى، ما في وزارة للمرأة. فإحنا الحين مش منضمين لهذه المنظمة، رغم أنه يعني أنا لما بطلع على شغلها وعلى دراساتها وعلى وضعها الاستراتيجية لقضايا المرأة، هذا كله طبعا داعم لنا. فإحنا عندنا مشكلة في الإعلام ككل، عرفت؟ إنه ما في استراتيجية، وبشكل خاص ما في استراتيجية تجاه قضايا المرأة. تعتقدين الصحف يعني تتحرج من الكلام عن موضوع العنف أو قصص العنف ضد المرأة؟ لا ما أعتقد، بس مثل ما قرأت، أو العادات والتقاليد لها دور أيضا في، لا 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 ما أعتقد. تصدق إحنا عنا أحيانا يعني شيء مضحك، في نفس الصفحة بتلقى مثلا خبر عن أنه امرأة سعودية حصلت على وسام ولا جائزة، المهم يعني هذا الخبر أنت تقدر تصنفه داعم للمرأة السعودية. في نفس الصفحة ممكن تلاقي خبر برضو لما تحلله حيكون في رسائل ضمنية ضد المرأة. لاحظت كيف؟ لو اتضحت الرؤية أو التعامل حيكون أسهل طبعا. وكمان لو تدربوا الصحفيين سواء رجال أو نساء على كيف ينشروا الأخبار عن المرأة، أو يعني كيف يحاولوا يحسنوا صورتها، بيختلف الوضع طبعا. أطلقتي أول مركز نسائي للإعلام في المملكة، كيف كان لحظة تقبل الناس لهذا المركز؟ تعتقدين أنه في مساواة في الإعلام السعودي بين المرأة وال... هو أصلا ما في حقوق عشان يصير في مساواة يعني. كمان يا حرام الصحفيين الرجال أكيد عندهم شكاوي، فلأنه طبعا ما عندنا يعني هيئة نشيطة أو منظمات نشيطة في موضوع الإعلام. لما فتحت المركز يعني شوية كان غريب طبعا فكرته، يعني هذا كلام خلينا نقول قبل 8-9 سنين مثلا، أكثر ولا يعني. أنا قفلته لما سافرت لبريطانيا أدرس. كان غريب، لكن كنت أنا مستوحية فكرته من لما أخذت الجائزة الثانية اللي من تونس من منظمة كوتر. كان عندهم شيء جميل لما زرتهم وتناقشنا كيف يعني مركزهم كان يهتم بالإعلام والدراسات الإعلامية، فخطر على بالي قلت ليش ما أعمل مركز
يعني يدعم المرأة في الإعلام. أيوة، وفعلا هذاك الوقت سوينا دراسات وسوينا خلينا نقول بعض المشاريع اللي لسه ما اكتملت، يعني من ضمنها مثلا كان عندنا توثيق للرائدات السعوديات، من ضمنها كان عندنا توثيق للنساء العاملات في الإعلام هنا السعودي. اللي كان أكثر شيء هاجزي في هذيك الفترة إنه ما كان في أي دراسات عن الإعلام. يعني مثلا خلينا نقول مثلا أي منظمة تبغى تعمل دراسة عن المرأة طبعا الإعلام بيساعدها، ما عندنا. فتلاحظ أنه تنتج دراسات عن المرأة في الإعلام وما يكون فيها عينة من السعودية. فأكثر شيء سويناه أنه اتحدنا مع بعض المنظمات النسوية أنه نقدم لها معلومات عن تاريخ المرأة السعودية بشكل عام ودورها في الإعلام من بداياتها. أركيف. فيعني أنا بتصور أنه كان مشروع ناجح في هذا الوقت. تقولي ما في مساواة بين الإعلامي والإعلامية في المملكة؟ والله أكيد ما في مساواة. يعني خليني أقول لك حاجة، أنا ما اشتغلت يعني صحفية بعقد، لكن يعني خليني أطرح تساؤل يمكن الصحفيات يقدروا يجاوبون عليه. هل الصحفية تأخذ نفس راتب الصحفي؟ هل العقد هو نفسه؟ هل تقدر هو يعمل انتدابات ويسافر؟ هل هي تعمل نفس الشيء؟ إذا نفس الشيء إذا في مساواة، إذا مو نفس الشيء مو مساواة. لكن الكاتبات لا، ما في مساواة، لأنه كل أنت بتعرف يعني كل أنا ما أعرف لأن قصدي يعني كل مؤسسة رئيس تحريرها هو اللي بيقرر المكافأة. ما في معايير ثابتة؟ لا ما في معايير ثابتة، عشان كذا إذا طلع رئيس تحريرك استنى يا أنك تقعد ولا أنك تقضب الباب وتطلع. طيب بحكم اطلاعك يعني مستقبل الصحافة في السعودية متفائلة فيه بحكم أنك متخصصة في الإعلام؟ رغم أني متفائلة بشكل عام، بس الصحافة إذا استمرينا بهذا الشكل، يعني غياب واضح لهيئة الصحفيين السعوديين، أنا يعني يصححوا لي زملائي إذا أنا غلطانة، أنا ما بشوف فيه تفاؤل. وأنا قاعدة أشوف الآن يعني إيش أقول لك، يعني الصحفي قاعد يهاجم، الكتاب يهاجمون من قبل مثلا بعض الناس. يعني مين يدافع عن الصحفي؟ مين اصلا يحط له يعني يحط له اساسيات لتطوير مهنته؟ مش معقول المهنه كذا تحسها سايبه. يعني اي احد ممكن. اداء الاعلام السعودي انه يعني مو بثابت الخطى يعني او فيه؟ والله انا اظن ما في خطى اصلا. انا قاعده اشوف الان يعني خلينا يمكن فتره سابقه اوكي، بس الان انا قاعده اشوف اي احد ممكن يطول سمعه الصحفي او سمعه الكاتب. ما عندنا قنوات تدريب، اي احد ممكن يكون لا تدرب ولا درس وعادي جدا هو اعلامي. يعني مش معقوله. يعني هل هذا تعتقدين ايضا يؤثر على صوره المملكه يعني والدفاع عنها في المؤسسات الإعلامية الخارجية أيضا؟ أي طبعا، يعني في عندك جزئية إذا يعني أنا بشوف يعني هو من قديم الأزل هو السلطة الرابعة، والآن عنده تأثير أقوى نتيجة للتدفق المعلومات للتكنولوجيا للإعلام الجديد، وإحنا ما زلنا إلى الآن ما عندنا نقابة يعني قوية أنه تحط معايير تحط ميثاق شرف. يعني جنبنا دول الخليج عندهم ميثاق شرف، ليش احنا ما عندنا؟ احنا دولة قوية مؤثرة لها سمعتها لها كيانها. هل معقول انه نكون كذا مهنة الصحافة عندنا مش منظمة؟ وهذا خطأ مين يعني هيئة الصحفيين مثلا او والله ما ادري هيئة. تصدق احيانا اقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. خلاص خطأنا احنا كصحفيين وانا اولهم، لانه لازم نتحرك لازم نعمل شيء، عرفت؟ يعني نحاول بقدر الامكان نشوف ايش الامكانيه لتنشيط الهيئه. الهيئه بدات بشكل قوي وكثر خير الناس اللي ابتدأوا فيها، لكن الان انا ما اشوف لها اثر. فيعني لازم يكون في تحرك كمان من وزاره الاعلام، من اذا بنتكلم عن صورتنا بالخارج تتحرك وزاره الخارجيه، تتحرك كمان وزاره التعليم. ليش لا؟ هذه صورتنا. يعني لازم يكون عندك منهجية استراتيجية لصورتك بالخارج. كيف يمكن لنا إدارة الأزمات السياسية إعلاميا؟ يعني أنا بصراحة كأنك جيت على الجرح. يعني أنا ما يعني ما قاعدة أشوف هل مفهوم إعلام الأزمة لابد يكون عندنا إعلام أزمة؟ خليني أقول لك من أول مبادئ
إعلام الأزمات إيش؟ الشفافية وإنك تعطي معلومات. أنت بتلاحظ عندنا لما يصير في عندنا خلينا نقول قضية اجتماعية، إيش بتعمل الصحف؟ بتحاول تتكتم عليها. خلينا مش الصحف، وسائل الإعلام بتحاول تتكتم. لا، لازم يكون في شفافية وأعطي معلومات صحيحة. هذا أنا بتصور أنه أحياناً أوكي بيمشي الحال، أحياناً لا. فأنا صراحة المشهد كله بحسه يعني مكركب، مش 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 مشهد واضح أنك يعني تستطيع قراءته. الإعلام السعودي يعني. أيوة، أنا أتكلم عن الإعلام السعودي، ما في شك. يعني ما عندي اطلاع على الإعلام مثلاً، يعني عندي اطلاع بسيط. يعني إدارة إعلامية للأزمات يعني اللي تمر فيها يعني. طبعا ما في شك، ما في شك. يعني عندنا الآن إحنا يعني مش حقول يعني أنا أحب نظرية المؤامرة أو أقتنع فيها، ولكن فعلا فعلا تلاحظ في هجوم على الـ 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 على بلدنا. خلاص، طيب هذه أزمة وما حد عمل يعني أي. لا أكيد أنه في جهود، يعني ما بحاول أنا أنسف. غير مؤثرة يعني. إيه، ما بحاول أنسف كل الجهود. أكيد يعني العالم تشتغل وتحاول تبذل جهدها، ولكن نحتاج أكثر، نحتاج ناخذ الموضوع هذا بجدية أكثر، نكثف البرامج الإعلامية، يكون في استراتيجية يعني لمواجهة الهجمات اللي ضد السعودية. لأنه بالعكس أنا بشوف أنه هذا وقتك تضخ المعلومات الصحيحة. شو المشكلة؟ عندنا بعض المشاكل، كل المجتمعات عندها مشاكل، في كل مكان، في كل مكان المشاكل. أصلا المشاكل لازم تجي لأنه الإنسان موجود، أنت موجود في مجتمع إنساني، فالمشاكل هي تحديات وكيف تواجهها، فما عندنا إشكالية. بالعكس، في عندنا نقاط كثيرة إيجابية ممكن نتحدث عنها. يعني ما بتصور أنه عندنا مشكلة في أن يعني خلينا نقول المعلومات، احنا عندنا مشكلة في كيف نوصل المعلومات، يعني الأسلوب، الأدوات، بتصور إلى حد ما. يعني يعني في ضعف في أداء الإعلام السعودي خارج المملكة أيضا. إلى حد ما، يعني ما بحب أنه أعمم، زي ما قلت لك يعني أكيد كل يبذل جهده، بس نحتاج أكثر يعني في هالموضوع. توقفتي على الكتابة ثم عدتي إليها مرة أخرى، كيف كان الإحساس يعني؟ أنا يعني ما توقفت ترى فترة طويلة، يعني ستيل حتى وأنا أدرس في بريطانيا كنت أكتب، بس أحياناً مثلاً أكون في صحيفة أنتقل لصحيفة أخرى، ويعني مثلاً أخذت يعني مثلاً إجازة لما يكون عندي مثلاً، لما جيت أسلم بحثي كنت ما أقدر صراحة، فأخذت إجازة. الكتابة مريحة يعني بالنسبة لك أو تعتقدينها عبء يعني؟ لا، الكتابة فيها شغلتين. الكتابة مريحة، بس لما تدرس ما بتصير الكتابة مريحة كثير. أوكي، لكن أنا كنت أحتاج إلى سبورت مادي لأنه أنا توقفت بعثتي، فكان لازم أنه أكمل هذا المشوار، فكنت أحتاج إلى سبورت، بالإضافة إلى قناعتي الأكيدة بأنه القلم أو الكتابة إن تركتها بصعوبة تقدر تتآلف معها، عارف كيف؟ بس كانت فترة صعبة، ما كنت أحس باستمتاع مثل الآن أني وأنا أكتب، عرفت؟ بس ممكن كان لابد أنه أمر بهالمرحلة. متابعتك الآن بعد وسائل التواصل والإعلام التلفزيوني أيضا، المتلقي أصبح صحفي الآن؟ إيه، ما في شك. هل هذا راح يأثر على الصحافة ومستقبلها؟ ما في شك، ما في شك، حيأثر عليها وعلى مستقبلها. لو لاحظت مثلا بعض الصحف الأجنبية الآن بتعمل منصات لصحافة المواطن، لكن احنا إلى الآن مش يعني المفهوم نفسه. يعني في دراسات من بعض زملائي اللي بعرفهم في بريطانيا عن صحافة المواطن، وهذا شيء جيد صراحة، لأنه مهم جدا كيف يتحول المتلقي إلى صحفي، وهذا اللي بتحسه الآن صار عندك البعض يفقد مصداقية الأخبار. يعني أنت مثلا يمكن معظمنا يقع في نفس هذا المأزق إذا ما انتبه، ممكن ترسل بالواتساب خبر وأنت غير متأكد، إيه، وبعد شوي ترجع تنفي الخبر لحد. فهذا لأنه يعني تدفق الأخبار كثير، ما صار الواحد يتأكد. هذا طبعا يحتاج له يعني عملية وعي وتنوير بأهمية أنه كيف الإنسان نفسه يكون عنده، يعني مش لازم يكون صحفي عشان يهتم أنه هذا الخبر صحيح. يعني خليني أقول لك على سبيل المثال، مثلا يعتقد بعض الصحفيين أنه أي معلومة أنا أعرفها من حقي أن أنشرها. لا، مش من حقك تنشرها، لازم تسأل نفسك هذه المعلومة إيش حتعمل، إيش أثرها في المجتمع،
عشان يعني تقدر تقول أخلاقيا قبل مهنيا يعني. طبعا أنا من وجهة نظري يمكن يختلفوا معي بعض الناس، بس أنا لازم أسأل نفسي، ليس كل ما يعرف يقال، يعني مش ضروري عشان أنا عندي معلومة بتقلب الدنيا ولا بيصير سبق، لازم أعرف تأثير هذه المعلومة. لكن لو بتسأل 90% من الصحفيين هيقول لك لا ما عندي معلومة، هذا يعني سبق، وشوف عاد كيف يعني كيف تعرف مفهوم السبق وهل هو مهنيا صحيح ولا بيخضع لاعتبارات أخرى. يعني تعتقد الصحافة التقليدية الآن أصبحت في خطر بعد هالموضوع؟ أي صحيح، بحسها يعني مش حتختفي، هي بتحاول الصحافة التقليدية، أنا برأيي بتحاول إنها تتطور، تعوض يعني. تعوض إيه، يمكن مثلا تلجأ للإعلانات، يمكن تلجأ ما أعرف كيف ممكن تلجأ يعني لأساليب، لكن إذا استمرت على تقليديتها طبعا أكيد، لأن الحين لاحظ معي زمن الصورة، زمن المؤثرات، مش زمن الإيقاع البطيء، عارف كيف؟ يعني بصراحة يعني أقول لك، أنا وأنا أكتب مقالي يعني أسأل نفسي إلى أي مدى تأثيره إذا ما كنت حطيته مثلا بتويتر ولا بالفيسبوك، لاحظت كيف صرنا ممكن نستعين ممكن ما حد يقرأ يعني. إيه، وحتى لاحظ كيف نفس الصحف صارت تعتمد على تويتر كمصدر في الأخبار، سو واضح أنه التأثير قوي بالنسبة للإعلام الجديد. سعدنا بالحوار معك يا دكتورة، شكرا كثير، ويعطيك ألف عافية. ألف شكر. إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من حديث العمر، إلى اللقاء.